اطباء في المستشفى الميداني، اطباء متطوعين لخدمه اي شخص يدخل لنا، من اول مصابين والشهداء طبعا فوق راسنا، للمعتصمين فوق راسنا، لاهالي رابعه فوق راسنا، لاي مصري، لاي مصري مهما كانت انتماءاته يخش لنا رابعه ويجي لنا المستشفى بنعالجه مجانا، علاج مجانا، عمليات جراحيه مجانا تحت اشراف اساتذه واستشاريين. مئات المصابين كان يدمى لهم القلب، مش حاله واحده، كلهم جايين صمود رائع وجايين يعني كل واحد فيهم، كل واحد فيهم يتعمل عليه يعني مثل، كل واحد فيهم من المئات اللي هم استشهدوا والالاف من المصابين كل واحد فيهم حاله لوحده، لكن حاله وحيده كلهم زي بعض. الحقيقه كل يوم بيجي لنا اطباء الحقيقه تتمنى تقعد ساعه جوه المستشفى، واحنا الحقيقه برضو ما بنبخلش عليهم، كل واحد عايز بيجي بنحطه في نبطشيه 3 ساعات 4 ساعات، لان احنا الحقيقه يعني هدفنا المشاركه العامه لاي طبيب، لاي حد من خارج حتى المهن الطبيه المساعده بيجوا بنخليهم يشاركوا عشان يحسوا ويشاركونا في كل لحظه من لحظاتنا. كل يوم بنقترب باذن الله من نصر، كل يوم بنزداد اصرار، وكل يوم بنزداد عزيمه، وكل يوم بنزداد امل، والابتسامه لا تفارقنا والاصرار لا يفارقنا، وان شاء الله النصر قريب قريب قريب، اقرب مما تتخيلين. احنا بعد ما جزاره الحرس الجمهوري بدا المستشفى الميداني تاخد شكل تاني في الاستعدادات وفي التجهيزات وحتى في تجهيزات الاطباء فنيا، فكنا خلاص عرفنا ان احنا في طوارئ، كانت دايما طوارئنا اول ما مسيره تخرج، ده بعيدا عن المجازر، يعني اول ما المسيره تبقى راحه رمسيس او جايه من رمسيس او جايه من العباسيه كلنا بنبدا نعلن حال الطوارئ هنا في المستشفى، مستعدين وجاهزين، ان وبالفعل كان كل مره بيجي. يوم مجزره المنصه الحقيقه يعني انا كنت في اليوم ده، وكان يوم الراحه بتاعي، وسمعت في التلفزيون وهم بيقولوا عاوزين اطباء جراحه، ووصلت طبعا يعني حاجه لا تتخيليها، اما انا ادخل الاقي غرفه كامله مفيش مكان اقف فيها، كلها ناس متغطيه بابيض وشهداء، غرفه كامله، وانا يعني وبقى لما تشالوا الناس بتمسح الدم بالمساحات، يعني كانت حاجه بشعه يوم المجزره. فاحنا من ساعتها دلوقتي اصبح حتى شغلنا كله زي ما انت شايفه بره المستشفى، والمستشفى الميداني بقت للحالات الطارئه والكبيره، يعني اصبح عندنا اكتر من مستشفى، مستشفى الحالات العاديه اللي انت حضرتك شايفاها الغيارات والحاجات، لو لا قدر الله حصل اي حاجه عندنا مستشفى مجهزه ان شاء الله نبقى جاهزين لاي حاجه.